كنا صغار كنا نتبعوا هذاك، خاصة كان يلعب في قلية ماسكعار 69 70، دونك ستارا دو لو فوار هكا، كنا ندخلوا نشوفوه مع الماحي. كنا صغار كنا نحلموا به نلعبوا. عندما يتكلم نجم الكرة الجزائرية الأخضر بلومي عن لاعب بهذه الطريقة، فالأكيد أن الأمر يتعلق بموهبة صنعت أمجاد الكرة الجزائرية، هو اللاعب الدولي السابق سيد أحمد بالكدروسي الذي يعاني من مرض ألزمه البيت، ما دفع جمعية راديوز إلى زيارة الرجل في مبادرة تضامنية تستحق الإشادة. من اللاعبين اللي صنعوا تاريخ كرة القدم الجزائرية، ساهم باش الفريق الوطني يفوز في ألعاب بحر الأبيض المتوسط 1975، كذلك كان من الأوائل واللاعبين اللي عطاو أول لقب قاري سنة 1978 ألعاب الإفريقية. كم تشوفوا سيد أحمد بالكدروسي راه يعاني وراه مريض شوية، وأحسن لاعب في مدينة وهران بالكدروسي سيد أحمد. احنا ما حصلناش الشرف باش لعبنا معاه، سي با نوتر جينيراسيون، ولكن الناس تتكلم كان من بين أحسن اللاعبين. وحنا والله اون طون كونسيان جوار اللي قلموا هذا الشمل، باسكو لي زونسيان جوار راهم همشين. النجم السابق الذي يقطن في بيت متواضع بوسط مدينة وهران، وإن كان المرض أنهاك بدنه، غير أن ذكريات الزمن الجميل يستحضرها بشغف كبير، تارة بالأبيض والأسود وتارة بالألوان، في حين يبقى أمله الوحيد التفاتة من السلطات لنقله للعلاج بالخارج. لادوز نفرحان زدت عطاتني شوية قوة، طول ثاني قرا غير يعطوني بليزون شارج باش نروح للخارج. أنا باغي بابا يريا ويقعد لي بزاف ونبغيه بزاف. تكريم جمعية راديوز لشخصية ألهمت نجوم الكرة الجزائرية هو رد للاعتبار، أما التجاهل والنسيان هو مرض أخطر يعاني منه الدولي السابق سيد أحمد بالكدروسي وأمثالها.